انتهى الاجتماع 41 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة فعالة من مملكة البحرين. ووافق المجلس الوزاري على اعتماد القدس عاصمة للشباب الإسلامي والقاهرة عاصمة للشباب العربي هذا العام. ترأس سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وفد المملكة في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 41 بجامعة الدول العربية، والذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتسلمت مصر رئاسته من ليبيا. وناقش الوزراء العرب كافة القضايا التي تهم الشباب العربي، ووافق وزراء الشباب والرياضة العرب على إقامة مؤتمر نصرة القدس الشريف في رام الله بدولة فلسطين تزامنا مع اعتماد عام 2018 عاما للقدس كعاصمة للشباب الإسلامي وإطلاق اسم دورة القدس على هذه الدورة 41. كذلك أعلنت القاهرة عاصمة للشباب العربي بموجب مبادرة المملكة لاختيار عاصمة عربية للشباب العربي كل عام. في الواقع اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب تأتي تنفيذا لتطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والمعالي قادة دولنا العربية، اللي دائما ما يحثون على الاهتمام بالشباب العربي وإعطائهم المساحة الكافية لإثبات دورهم وتمكينهم، وأيضا على توحيد الشباب العربي وتجميعهم في أنشطة مختلفة وبرامج ذات طابع ثقافي وفكري وفني وغيره. وجود هذه الأنشطة وتجمع الشباب العربي وإحنا مجتمعاتنا مجتمعات فتية يعزز من دور المستقبل العربي إن شاء الله، لأن الشباب اليوم هم سيقودون المستقبل، فهذه البرامج هي اللي تدعم القوة العربية في المستقبل، وأيضا تدعم شبابنا وتكسبهم العديد من المهارات، وهي مساحة كبيرة لتبادل وجهات النظر والاستفادة من تجارب الشباب مع بعضهم البعض. حقيقة أنا أكثر شيء يسعدني أنما أسمع اسم مملكة البحرين واسم المنامة هي أول عاصمة للشباب العربي، وهذه ستبقى على مر التاريخ، أن في كل عاصمة ستنتقل من دولة إلى دولة عربية سيذكرون أن مملكة البحرين والمنامة كانت أول عاصمة للشباب العربي. هذا فخر لنا نشكر فيه حقيقة في البداية سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه على دعمه الكبير للشباب. نشكر فيه سمو الشيخ ناصر صاحب المبادرة اللي اليوم نشوفها تنتقل من دولة إلى دولة. وقدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري رئيس الاجتماع الشكر للدول العربية على تنفيذ الأنشطة الشبابية وتفعيل برامجها، والتقدير الكامل لمملكة البحرين على دعمها اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي ومبادرتها الفاعلة في هذا الاتجاه. هذه مبادرة حقيقة تشكر عليها مملكة البحرين، وهذا شيء ليس بغريب على أخواننا في البحرين قيادة وشعبا، أن يدعمون دائما كل ما يقدم أو ما ينفع الأمة العربية في كل مجالها. بمشاركة بحرينية فاعلة بوفد ترأسه سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، أنهى وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعهم 41 بمقر جامعة الدول العربية بالتأكيد على استكمال الرسالة السامية لتفعيل النشاط الشبابي العربي، وأيضا بالشكر والتقدير للمبادرة التي تقدمت بها المملكة والتي بموجبها يتم اختيار عاصمة للشباب العربي كل عام. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.